نذكروا فريد على قناة أنفاس بريس. احنا بالضبط مدينة الرحمة، الناس خارجين فرحانين بتاعوا المنتخب الوطني لنصف النهاية، فرحة عارمة كما كتشوفوا. ايوه يا ود عمي، او الرقراقي يا ود عمي، او راسك يا ود عمي، او الرقراقي يا ود عمي. ايوه لعبيها. على الدراري، وكنبغيو نحيي وليد الرقراقي على المجهودات الجباره اللي كيدير مع الدراري، وكنشكروا اللعابه واحد بواحد اللي لعب واللي ما لعبش، وكل شيء عندنا في عينينا كبير. الي وليد ورجع والمغاربه كاملين، وشكرا للجماهير المغربيه اللي في قطر، وشكرا للجماهير المغربيه اللي هنا، وديما مغرب وديما مغرب، ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. خويا هاد الفرحه ديال التاهل التاريخي للنصف النهائي كي فرحه كبيره ما توصفش اخويا. حنا شادين في قلوبنا من شحال هادي، حنا غنتفرقعوا، حنا الفرحه كبيره بيننا وبين الجماهير المغربيه. انا كنقول ديما مغرب، ديما مغرب. انتقمنا من البرتغال، انتقمنا من البرتغال. رونالدو كيبكي. شوف الحاجه اللي بغيت نقول انايا في هذه اللحظه، بغيت نقول ليه الرقراقي ارحرق غتسطي عباد الله، المغاربه غيتسطاو. كانت فرحه خويا، فرحه هيستيريه صراحه، وكنهدوا هذه الفرحه لجميع المغاربه. كنشكروا اللاعبين على القيتاليه اللي داروا اليوم، وكنشكروا المدرب على هذه القيتاليه، وتبارك الله. والصراحه حنا فرحانين، ما كنعبر لك هادشي اللي في نفسي، وصراحه ما بقيتش قادر نهضر من كثره هذه الفرحه هذه. يلا والله ليما بوجا ماشي مغربي، ليما بوجا المغرب ديما المغرب. فينا الروح اخويا ديال الوطنيه، ديما مغرب ديما مغرب، كنحبوا المغرب كنحبوا المغرب. مزيانين اخويا مزيانين، تحيه الرقراقي، تحيه الرقراقي، ديما الرقراقي. ودير النيه، دير النيه، دير النيه يربح لي.